قمنا الجولة التفقدية التي قمنا بها هذا اليوم، حيث زرنا منطقة الخضر والنمرود، والآن نحن في منطقة القصر مع أبطال الفرقة التاسعة في منطقة استقبال النازحين. هذه النقطة التي تعمل ليلا ونهارا في استقبال النازحين محافظة نينوى، وهم يقومون بواجبهم على أتم صورة كما عادنا هذه الفرقة في المعارك. الآن هم أيضا في هذا الواجب يقومون بتقديم الخدمات ومساعدة أهالي مدينة قموص النازحين من هذا المحور. إن شاء الله هذه الأيام ستنتهي بالنصر المؤزر على هذا العدو اللعين الذي أصبح الآن في حكم المنتهي، وإن شاء الله المسلمين يعودون إلى مناطقهم. نحن نشكر القوات الأمنية وخاصة الفرقة التاسعة، اليوم يعملون من أجل مدينة الموصل، وهذه رسالة إلى أبناء مدينة الموصل أن كل العراق اليوم يعمل من أجل مدينة الموصل. لذلك وجب عليهم أن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية في التعاون مع هذه القطاعات من أجل القضاء على هذا العدو.